Hi Gamaya, welcome back to my channel. تاني غبت كتير رجعت بعد تقريبا شهرين and I'm so excited to film. النهاردة بما انه رمضان وانا صايمة فالانرجي مش كتيرة قوي, بس حبيت اشير معاكو رمضاني عامل ازاي ومرة اعمل مكياج بتاع رمضان. مع اني اكتر حاجة هريكمند اي حد يعملها انه يعمل ماسكس, يعني كل رمضان وانا في مصر كان ماسكس وبس, وكان حرفيا بيخلي وشك هلا. المهم هبدأ, قولولي في الكومنتس تحت ايه اخبار رمضان بتاعكو, ولو مقضينه مع العيلة ولا لوحدكو او whatever. هم مفروض اقلع النظارة, بس النظارة هي بتساعدني اشوف. بس انا حاليا رمضان عندي امتحانات, انا لازم اخلصها جامعة, فعندي امتحانات في جون, عندي امتحانات في اوائل جون. ومع رمضان الموضوع صعب عشان رمضان بيخلص على 14 جون وانا هبقى كده في نص امتحاناتي, فانا حاليا دلوقتي المذاكرة كلها شبه في رمضان اصلا, بس فموضوع صعب شوية. سو ايش تاني, انا حطيت مويسترايزر عشان اهم حاجة ان يعني بشرتك لازم تبقى كويسة لازم عشان هتبقى ناتشرال كده. ماي لوك از دايما ناتشرال, يعني دايما ناتشرال خصوصا في رمضان ناتشرال. فالمهم يومي شبه مقلوب, بس مش مقلوب قوي على قد ما انا حباه, يعني لسه بنام على تقريبا 4-5 او 3-4 على حسب, بس لسه كل يوم بصحى على الساعة 11, ومشكلة انا بقى بصحى ومبقاش قادرة اعمل اي حاجة, فموضوع صعب, محدش فاهم ان الموضوع صعب. وبحاول بقى دلوقتي ان انا اعمل اكلي من بالليل, او اعمل اكل مرة واحدة بس كتير, على اكله مرتين او حاجة كده, علشان مضطرش اطبخ وانا صايمة, عشان طاقتي اوريدي بتروح لحاجة واحدة اللي هي اما مذاكرة يا اما معرفش. تبعين مسلسلات ايه؟ بصراحة متابعة شوية برضو. عندي هنا جروب مصريين فبنفطر مع بعض, ف عامة ده كمان بيبي كريم, ف it's not even foundation, بس it's just baby cream. المهم عندي جروب مصريين هنا فساعات بنفطر مع بعض, يا اما بنسحر مع بعض, فاحنا بنفطر او بنسحر بنبقى بنتفرج على مسلسل, او واحنا مثلا واخدين بريك او وات ايفر, فبنبقى قاعدين مع بعض وبنتكلم يعني ايه اللي حصل في المسلسل ده والمسلسل ده. مسلسلات توتال اللي كله متابعها, يعني مش شرط انا متابعها, ماما بابا مش شرط, بس اللي انا بسمع عنها هنا وصحابي هنا متابعينها وساعات بيشغلوها على التلفزيون, هي مليكة, شفت تقريبا 3 حلقات بس اللي هما اخر 3, و بتاع عادل امام اللي هو اسمه ايه, عوالم مخفيه, علوم مخفيه, عوالم مخفيه حاجه كده, بتاع نيلي كريم, بقالي مده ما بشوفوش, بس برضو واحد منهم. في بتاع يسرا برضو يعني شويه بشوفه. بتاع امينه خليل يس, امينه خليل وظافر, اي واتش ذات دلوقتي, ها كونسيلر شوية تحت عيني بس قليل قوي عشان ده is a high coverage, وكمان لو ما شفتوش الريفيو بتاعي عن كونسيلر بتاع ميك اب ريفولوشن يبقى you kinda should, هعمله حتة هنا عشان تشوفوه. هو عامة يعني مكياجي بجد مش حاجة, يعني خصوصا بتاع رمضان I really like the very very light look, very very light look, واللي هي بس تخليكي كده كأنك فاهمة, يعني I like كمان اللي هي أزود highlight فيبان كأنه sweat, المفروض الموضوع ده مش حلو يعني, بس بلاقيه حلو حط هنا. بس عامة بتغاظ قوي لما أسمع
ان الناس خلصت امتحانات ودلوقتي they're enjoying رمضان كده براحتهم يعملوا اللي يعملوه. بس رمضان في السنة فاتت كان اصعب شوية علشان كان وقت الامتحانات, فساعتها ده كان اصعب شوية. عقل ده هيخلص بدري شوية. كمان بصوا قد ايه حلوة البالت بجد. I love it so much. المهم على عيني هحط اللون الجراي ده شوية, معرفش شايفينه, حط على كل فرشة فرشة كبيرة علشان حرفين ده بس اللي احنا هنعمله. وانا عامة ما بشوفش كويس والمراية شوية بعيد, ف hopefully it works. بس عايزين نحط خفيف قوي. يا جماعة ريحتها شوكولاتة. المهم بس رمضان is one of my favorite months. يعني ماني برا وبتاع لسه I really like it, I really enjoy it. في هنا برضو ناس تانية مصريين whatever مصريين برضو طلعنا خرجنا عشان نفطر كلنا مع بعض في الريستورانت. والسنة فاتت كان حاجة زي dish party, ويوم الاثنين اللي هو بكرة اوكي today Sunday اوكي ويوم الاثنين في ناس جاية علشان نفطر كلنا مع انهم مش سايمين, بس it's nice. دلوقتي هحط highlight which is my favorite part للميك اب بتاع رمضان. البتاع ده فيه تلات الوان, فانا حرفين باخد all three. وبحطه في كل حتة. عامة انا كمان من الناس, معرفش لو في حد تاني اكشلي بيعمل كده, بس هم بلند الموضوع ده. بحط ببلند بالبيوتي بلندر بعد الفرشة للهايلايت عشان ما يبانش انه تقيل قوي, وانه it's just very 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 natural. مانو it's not natural يعني, بس I try. اوكي حط هنا كمان, بس يعني the highlight is like my life لو احنا في رمضان. بس النهاردة صحيت مصدعة جدا, يعني حرفيا جدا قوي. بس مش قادرة استنى لحد ما اكسر صيامي علشان مش قادرة. فانا قاعدة قلت خلاص مش هعمل حاجة, وقلت اخد break mentally, and doing videos is one of my favorite things. ف عملت فيديو. بس حبيت ابديت يو على رمضان, وانه كمان كان عندي projects كتير, فالموضوع كان صعب ان انا اصور. ايه تاني ممكن نتكلم عليه؟ هرجع مصر قريب. مش هقول لكم امتى, وهعمل لكم مفاجأة في فلوج, وهتلاقوني فجأة في مصر. هوفلي الموضوع ده يحصل. ممكن بقى نحط بلاش اللي هو برضو one of my second favorite things لرمضان, عشان بحبه بجد خفيف قوي. بحاول احط بلاش اللي هو خفيف. عندي هنا كده بتاع زي علبة كده بتاع من زمان قوي. اوكي فبعمل مش عارفة ليه بعمل بتشوف, فباخد دورية وفي النص في هايلايت, فالموضوع حلو. صاحبتي جابتها لي من مكياجي. ماسكارا هي بقى بتعمل حاجات كتيرة. قولولي في الكومنتس تحت ايه اخبار رمضان, عشان انا حسيتها كأنها لمست, عشان بجد بحب اسمع قصصكو, او
على انستغرام. لو you're not following me, follow me, اللينك هتلاقوه تحت. برضو ابعتولي قولولي بجد, برد على الناس, فخلوني اعرف عايزين تشوفوا اعمل ايه تاني المرة الجاية. I know ان انا ان شاء الله المرة الجاية هعمل فيديو عن confidence وكلام ده كله الحلو ده, بعيدا عن ان انا مش اكتر واحدة confident, بس apparently ناس كتير بتبقى فاكرة الموضوع ده, ف I can teach you how to seem confident. بس the second you من بعيد من برا كده تعملي الناس كلها تصدق انك confident, انتي نفسك هتصدقي انك confident, and that's how you get to confidence. واي حد شكله 10 times احلى لازم يبقى confident, بس مش over confident, يبقى minus 20, عارفين. وكمان يا جماعة التربن قلت اجرب حاجة مختلفة and a bit different ومجنونة شوية, فجربت ده. انا مكنتش متأكدة هعمل حاجة بيه ولا لأ, بس لأ مش هعمل حاجة بيه. I like it how it is. هحط اللبس ده اللي انتو لو بتتفرجوا على فيديوهاتي ده اللي بحطه دايما, it's like nude بتاع سيفورا في number 13, وبعدين عليه علشان هو بجد تحفة, فانتو لو ما عندكمش لازم تجيبوه. بس كمان احلى من انكم تحطوا ميك اب او اي حاجة انكم بجد تعملوا ماسكس ناتشرال في البيت. وبس خلاص. ده اخر بارت, حاولت اعمل شوية لايف ابديت معاكو, وان شاء الله استنوا الفيديو جاي, ولما اعمله 100% اللينك هيبقى في الديسكريبشن تحت, فانتوا لو بتفرجوا على الفيديو ده متاخر في تشانس عاليه انه في الديسكريبشن. اعملوا سبسكرايب, اعملوا لايك, واشوفكم المره الجايه. باي.